السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زيكم كلكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنبدأ يونت 2 ليسون 1. هو هنا كاتب ليسون 1 وليسون 2، لكن أنا هشتغل معاك ليسون 1 بس. أوكي، يونت 2 ليسون 1 expressions equations and variable. expressions equations and variable. مطلوب منك دلوقتي تطلع من الحصة وانت فاهم يعني ايه كلمة expression، mathematical expression، اوكي، يعني ايه كلمة equation، يعني ايه variable. قبل ما نبدأ كله بيقول بسم الله يا شباب. يلا mathematical expression، خلينا نقرأ الكلام ده ونقول بعد كده معناه. اوكي، هو بيقول mathematical expression is a statement contains numbers or numbers and symbols separated بيباعد بينهم by one or more operations as plus, minus, multiply and divide and doesn't contain the equal sign. ما فيهاش equal. تعالوا نتكلم على الموضوع ده. mathematical expression درس سهل قوي يا شباب، قوي. معايا two numbers مثلا 22 plus 18، المنظر ده اسمه mathematical expression. mathematical expression، okay، two numbers or more ينفع اقول plus 12 or more زي ما انت شايف كده، okay، وبينهم زي ما انت شايف كده هتلاقي يا اما plus يا minus يا multiply يا divide. ومفيش، خد بالك كده وانا عمال اقول مفيش في mathematical expression، مفيش equal، مفيهاش equal. اوكي، يبقى numbers or symbols بقى. يبقى ينفع اشيل number واحط مكانه symbol، يعني اقول m plus 16، ده كده اسمه ايه؟ اسمه mathematical expression. x plus 25، ها mathematical expression. 25 divided by y mathematical expression. مفيش ايه؟ مفيش equal، في numbers وبينهم plus minus multiply divide ومفيش equal، سهلة خالص. تمام، طبعا numbers او symbols زي ما انت شايف كده x y، المهم ان انت ما عندكش equal فيها. اوكي، طب امال لما اتكلم على equation، لما اتكلم على equation نفس المنظر بتاع mathematical expression بس يزيد عليها equal. يزيد عليها ايه؟ equal، يعني يقول لك x plus 5 equals 10، دي كده بقى اسمها equation. 9 minus 2 equals 7، ها 9 minus 2 equals 7، عندي numbers وبينهم هوت في ماينس وعندي ايكوال في الموضوع فبقى اسمها equation. equation، ها نقول تاني، نقول مثلا 2 multiplied by m، الكلام ده equals 16. equation، عندي number وسيمبل وعندي equal في الموضوع اهو فبقت equation. اتفقين؟ بس هو ده الاساس بتاع الحصه بتاعتي النهارده. تخيلوا ان ليسون 1 هو دي المعلومه اللي انا عايزه اوصلها لكم، الفرق بين كلمه mathematical expression، mathematical expression و equation. بس mathematical expression ما عندهاش equal، لما تشوف المنظر ده كده مفيش equal في الموضوع نقول عليه mathematical expression، لما تشوفه والموضوع دخل فيه equal نقول عليه equation. بس شوفوا سهل خالص ازاي. تعالوا نروح نشوف بقى ان هوت مثلا وهو بيشرح، بصوا الاكزامبلز اللي هو كاتبها، كاتب numbers، كاتب decimal numbers، ها mathematical expressions. بصوا 7.4 plus 2.5 minus 1.5، مفيش اي مشكلة، مفيش equal فبقت mathematical expression. 10 multiplied by 3 divided by 5، مفيش إيكوال. بصوا كده الناحية دي كل اللي موجود مفيش إيكوال. الناحية التانية إيكويشنز،
عندها ايه؟ عندها equal. هو ده الاساس بتاعك. بص كده هنا كاتب 24.8 minus x equals 17.5 equation. 36.5 plus 14.1 الكلام ده equals k equation. عشان في equal في ناحيتين، ناحية قبل الايكوال وناحية بعدها. تمام؟ طيب تعالوا نشوف كده example number one. بصوا معايا كده. ها بيقول ايه؟ بيقول لك read the following mathematical statement. ها ابدأ ايه؟ شوفهم. Then sort them into equations or expressions or neither. يعني يتقول لي دي equation، يتقول لي expression، يتقول لي neither. neither دي يعني لا هي equation ولا هي expression، لا هي كده ولا كده. اوكي؟ ما خدناش زيها دي. طب يلا نبص. هنا هو 13.35 plus x الكلام ده equals 16.25. اوه ده هنا في number وسيمبل وفي equal. equal equation، equal بقت equation. حلوة equal بقت equation دي. ها نربط كده الكلام، يبقى لو لقيت equal هيبقى ايه؟ هيبقى equation. اوكي؟ طب هنا 25.06 plus 6.2 plus 5 ها numbers وبينها بلس اهي. اوكي بس ما فيش ايكوال فبقت اكسبريشن. اكسبريشن. طب هنا 42 بلس كي ماينس 3.15 ما عنديش ايكوال فبقت اكسبريشن. 55 ماينس ام ايكوالز 17 اه ده في ايكوال اهي. تمام وعندي نمبر وعندي سيمبل ها بقت ايه؟ بقت ايكويشن. ايكويشن ايكوال هتبقى فيها ايكويشن. اوكي طيب Sarah bought a shirt for 145.75 LE and a skirt for 189.5 LE. ايه رأيك؟ عدت علينا دي واحنا بنتكلم على equation or expression؟ ما عدتش. فين بلس وفين ماينس؟ فين equal؟ فين اي حاجة هو كتبها؟ يبقى دي neither. لا هي equation ولا هي expression. اوكي؟ يبقى دي neither. طب اللي بعده 30 multiply by m الكلام ده equals 300. اه بصوا هنا في 30 number وفي symbol m وفي equal يبقى equation. equal تبقى equation. y equals 2.55 plus 3.13 plus 7.15. اه بصوا هنا بدأ y equal. y equal بصوا symbol اهو ونumbers اهي وإيكوال في الموضوع إيكويشن. إيكوال إيكويشن على طول. طيب sum of two numbers is 85.25 and one of them is 25.15. ده انت حكيت لي حكاية يعني. بس دوت ايه؟ ده نايزر. لا هو إيكويشن ولا هو إكسبريشن. احنا خلاص عارفين شكل الإكسبريشن ما عندهاش إيكوال لكن فيها numbers وفي بلس وفي ماينس في divide في multiply لكن الحدوتة دي لا 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 مش تبعنا. اوكي طيب 2.5 plus 3.6 الكلام ده equals 1.8 plus 4.3. ها عندي هنا numbers وعندي هنا numbers في النص في بلس هوت وهنا في النص بلس وفي equal في النص. equation equation. اوكي طيب z divided by 2 plus 5 اه هنا مفيش equal في الموضوع تبقى expression. expression اظن بقت واضحة جدا جدا صح؟ equation expression neither. equation expression neither. خلاص عرفناهم. يلا check your understanding. بصوا معايا كده right equation expression or neither in front of each statement قدام كل جملة من اللي هتكون قدامك. طيب هاني saves 15 LE every day. What does هاني save in the week؟ تحدوتها يا ميس. ها المهم هي ايه؟ neither. احنا بنكتب ما بين equation expression neither. اوكي 2.45 plus 13.12 minus 5 ما عنديش equal في الموضوع تبقى expression. خلصناها. اللي بعده 1.8
بلس اكس، ما ايه الكلام ده؟ ايكوالز 2.8. ها ايكوال ايكوال، وعندي نمبر وعندي سيمبل، تبقى ايكويشن. خلصناها. 3.6 بلس 1.4، الكلام ده ايكوالز 5. اه عندي نمبرز وعندي ايكوال في الموضوع، وهنا في بلس ايكويشن. 35.45 minus k equals 15. اه ادي number وادي symbol وادي equal equation. The sum of two numbers is 13.8. حدوتة بيتكلم، يبقى ايه؟ neither، لا هي equation ولا هي expression، تبقى neither، لا هي ده ولا هي ده. الجزء اللي بعد كده في الدرس بيقول equations in real world، بنقابل equations تمام بتساعدنا نحل story problems. يعني يبقى عندك story problem تقدر تحلها بانك تعمل equation. لما تحل الequation دي توصل لحل الstory problem اللي معاك. تعال شوف كده example number 2 بيقول لك ايه. بيقول لك يوسف has 90 LE. يوسف and his sister Sandy have together 150 LE. تمام. If their sister Iman has 110 LE. هما كده كام أخ وأخت؟ هما تلاتة، يوسف وساندي وإيمان، صح كده؟ طيب write an equation to represent each of the following. اكتب equation بقى. طيب the sum of money that Yusuf and Iman have. sum of money، sum دي يعني الموضوع فيه ايه؟ plus of money يوسف and إيمان. يوسف and إيمان، هروح أبص يوسف معاه كام يا شباب؟ 90 بلس إيمان معاها كام؟ ها if their sister إيمان has 110، يبقى 90 بلس 110. خد بالك انت بتكتب ايه؟ equation. يبقى الكلام ده ممكن أقول عليه equals x equals y equals m، أيا كان السيمبل اللي هتحطه. اوكي دي كده equation، ها بتوريني sum of money that Yusuf and Iman have. متفقيني حبيبي؟ طيب يبقى انا كتبت، واحد تاني كتب 90 plus 110 الكلام ده equals L. مش فارق معايا السيمبل اللي انت هتستخدمه، الرمز اللي انت هتستخدمه. اوكي طيب the money that Sandy has، money that Sandy has. طب تعال نرجع كده لبداية الستوري بروبلم اللي معايا. كان بيقول لي ايه؟ يوسف has 90 LE. يوسف and his sister Sandy have together 150. يوسف وساندي الاتنين مع بعض معاهم 150، ويوسف لوحده معاه 90. تقدر تقول لي ساندي معاها قد ايه؟ اه اقدر، ها 150 minus ايه؟ ال 90 اللي مع ايه؟ اللي مع يوسف. الكلام ده هيديني نسميها ام مثلا. يبقى ام دي لما اعرف الفاليو بتاعتها، لما اعرف ايكوال ايه، هعرف من خلالها ساندي معاها فلوس قد ايه. المنظر ده اسمه ايكويشن، ايكويشن تمام. واحد تاني ممكن يفكر يقول لي ايه؟ يقول لي يا ميس هو انا كان ممكن اقول ان الام ام بلس 90 ايكوالز 150، الفلوس اللي مع ساندي بلس الفلوس اللي مع يوسف الاثنين في الحالة دي equals 150، وتبقى دي الإيكويشن بتاعتي. اه المنظر ده صح والمنظر ده صح. متفقين؟ موضوع أبسط ما يكون. تعالوا نبدأ نبص على check your understanding. بص كده father mother and son their heights are shown. heights زي ما انت شايف طولهم مكتوب على الرسمة زي ما انت شايف كده. طيب write an equation to represent the sum of heights of mother and son. عايز equation represent the sum يعني plus okay heights of mother and son. mother اللي هي ايه؟ 1.65 كلام ده plus son اللي هو 1.25. وعشان انا بكتب equation هقول له equals m مثلا، l equals x equals y ايا كان. انما المهم ان انا كتبت له ايه؟ equation equation تمام ل sum of heights of mother and son. mother قلنا هي 1.65 وson plus هوت 1.25، الكلام ده equals m letter m.
منظر ده equation. طيب in the equation هو مدي لك الإيكويشن اللي بعدها 1.65 plus x الكلام ده equals 1.76. What does the symbol x represent? x دي توضح لك إيه لو أنت جبتها، لو أنت عارف الفاليو بتاعت x هتوضح لك إيه. طب تعال نروح نبص على الرسمة كده، هي النمبرز اللي موجودة قدامي دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن إيه؟ 1.65 دي ده إيه؟ height of mom أو mother. okay 1.65 plus إيه هو plus إيه أو x الكلام ده equals 1.76. بص كده 1.76 اللي هو height of إيه of father. تمام، يعني إيه هو الرقم اللي لما تضيفه على طول الأم يدي لك طول الأب؟ الحتة دي الرقم اللي هو الفرق بين طول الأم وطول الأب، هو ده x، فرق بين طول الأم وطول الأب اللي هو بيقول لك represent إيه. يبقى x represents the difference between dad's height and mother's هي دي اكس ريبريزنت ايه، بتوضح لك ايه؟ بتوضح لك الفرق بين طول الام وطول الاب ناقص لها قد ايه عشان توصل تبقى زيها زي طول الاب. اوكي احنا كده خلصنا الحصه بتاعتنا، حصه سهله خالص، طلعنا منها بكلمه equation وطلعنا منها كمان بكلمه ايه يا شباب؟ expression. تمام، وعرفنا الفرق ما بينهم. ما تنسوش تدعولي دعوة حلوة بظهر الغيب وتكتبولي تعليق حلو وتشجعوني بيه اكمل معاكم. لايك وشير عشان الكل يستفيد. يلا سلام عليكم.